بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف وإياكم مع حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حصر صلى الله عليه وسلم الدين كله في النصيحة، والنصيحة مأخوذة من النصح وهو الخلوص، والناصح هو الشيء الخالص. وهكذا المسلم يكون خالصا من الغش وخالصا من كل عيب ومن كل شر، يكون خالصا في الطاعة وخالصا للخير وخالصا للأمانة وخالصا في المعاملة مع الناس، يكون دائما يتعامل بالنصيحة وهي الخلو من الغش، لأن ضد النصيحة هو الغش. المسلم لا يكون فيه غش أبدا، وإنما يكون دائما مشتملا على النصيحة في نفسه وفي ضميره وفي أعماله وفي تعاملاته مع الناس. فالنصيحة لله هي الإيمان به سبحانه وتعالى، عبادته وتوحيده وطاعته وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. هذه النصيحة مع الله، أن يكون مخلصا مع الله، خالصا في قلبه وفي عمله وفي تصرفاته، خالصا من الغش والرياء والسمعة، خالصا من النفاق، يكون خالصا في جميع ما يتجه به إلى ربه سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والمقاصد والنيات. والنصيحة لكتاب الله هي العناية بحفظه وتلاوته وتدبره والعمل به، يكون ناصحا لكتاب الله عز وجل، يقوم به حق القيام ويتدبره ويعمل به حتى يكون من أهله. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإيمان به ومحبته وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه والتزام ما شرعه، تجنب البدع والمحدثات التي لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتصار على المشروعات المسنونات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة لسنته بالعناية بها وحفظ ما تيسر منها والعمل بها، وإذا بلغته فإنه يمتثلها ويقوم بها ويبادر إليها. والنصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور أن يكون مطيعا لهم في غير معصية الله، أن يكون محافظا على طاعة ولاة الأمور، وأن يقوم بالعمل الذي يكلونه إليه من الوظائف والأعمال، ينصح فيها ويؤديها على الوجه المطلوب. من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم في الصلاح والاستقامة. من النصيحة لولاة الأمور إعانتهم على القيام بما فيه صالح الإسلام والمسلمين، تعاون معهم وإبلاغهم عما يخفى عليهم من أمور الرعية
والأمور التي تحتاج إلى عناية، فإنهم بشر يحتاجون إلى الأعوان ويحتاجون إلى النصحاء والجلساء الطيبين. فليكن لقاؤك معهم واتصالك بهم مبنيا على النصيحة لهم، لا للتملق لهم ومدحهم والثناء على أعمالهم مطلقا، بل إنك تثني على ما فيه الإصابة والخير وتحثهم عليه وتنهاهم عن الأخطأ والمخالفات، هذا من النصيحة لهم. أما الذي يتملقهم ويمدحهم ولا ينصحهم ويغض النظر عما يحصل من الخلل، فإن هذا ليس من النصيحة لولاة الأمور. كذلك النصيحة لعامة المسلمين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم الغافل، تذكير الجاهل، وإعانة المحتاج، وكذلك النصيحة لهم في المعاملات البيع والشراء والعقود، فيكون ناصحا خاليا من الغش، معروفا بالصدق والأمانة وحفظ الأسرار. هذا من النصيحة لعامة المسلمين. فإذا قام الإنسان بهذا كله فإنه قام بالدين كله، مع الله جل وعلا ومع كتابه ومع رسوله ومع ولاة أمور المسلمين ومع عامة المسلمين. وليس من النصيحة لولاة الأمور ذكر معائبهم ومثالبهم وأخطائهم في تجمعات الناس وإفشاؤها ونشرها، هذا يعتبر من الغش لولاة الأمور. فإذا رأيت شيئا يحتاج إلى تنبيه توصل إليهم النصيحة، أما أنك تتخذ من الأخطأ ومن الخلل تتخذ من ذلك وسيلة للنيل منهم، تقليل من شأنهم والحط من قدرهم عند الناس، فهذا من الغش لولاة أمور المسلمين، بل هو من الغش للمسلمين. وكذلك الامتناع من الدعاء لهم بالصلاح والإعانة، هذا من الغش، لأن بعض الناس لا يدعو لهم ويستنكر على من يدعو لهم. قد كان السلف إذا رأوا من لا يدعو لولي الأمر يتهمونه بأنه من الخوارج. فعلى طلبة العلم وعلى المتعلمين وعلى المسلمين عموما تعاون مع ولاة الأمور والنصيحة لهم، وما يجمع الكلمة ويوحد الصف ويقوي الجماعة، وأن يتجنب الشائعات ونقل الأحاديث التي فيها ضرر على ولاة الأمور أو ضرر على العامة أو ضرر على الرعية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.